عملها استاد في هذا الملعب الاولمبي، ملعب رادس يا جماعه، ملعب الرعب. استطاع النادي الاهلي ان يحقق فوزا غاليا عن طريق محمد شريف بهدف مقابل لا شيء. طبعا الاجواء مشحونه جدا، ويعني حياتنا كانت يعني في خطر بعد احراز محمد شريف الهدف الاول. وانا يمكن من زمن طويل ما عدت في مقصوره الاعلاميين، انا دايما ببقى في المقصوره الرئيسيه وكبار الزوار. قعدت مع صديقي بلال السيسي مراسل 24 موقع 24 ساعه هنا. بعد احراز محمد شريف الهدف تعرض لمضايقات وكاد ان يفتك به لولا العنايه الالهيه، الحمد لله تعالى. عموما خلينا نقول هي حالات فرديه، على الرغم ان حياتنا كانت في خطر، حالات فرديه، ولكن الحمد لله خرجنا بالسلامه الله. بشكر سامي ساسي السائق المرافق ليا، وكمان سائق الكابتن محمود الخطيب اللي كان موجود جنبي، ويمكن الكابتن كان حريص والناس انهم يبعثوا له بجنبيه، انا وبلال، والحمد لله خرجت في امان. ما زال بلال في المؤتمر الصحفي تضمنتهم عليه، الحمد لله بخير، والعنايه الالهيه انقذتنا بعد هدف محمد شريف. حاله من الغضب بعد هدف محمد شريف كبيره جدا 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 بين جماهير الترجي، واشعال للشماريخ وغضب وضرب يعني زجاجات مالئه وفارغه على ارض الملعب، وغضب وسب في معين الشعباني المدير الفني للترجي، ومطالبه من حمدي المدب رئيس الترجي باقاله معين الشعباني. موسيماني النهارده لخبط كل الحسابات لمعين الشعباني، وخليني اقول لكم بفضل الله عز وجل الكلام اللي قاله معايا الكابتن نبيل معلول امبارح كله حصل في الملعب. هذا اللقاء التاريخي مع الكابتن نبيل معلول.